معي 7 أفراد، يعني فيش حد معين في الأسرة هاي إلا غير أولاد الخير وأفعال الخير بس، يعني الوضع المادي اللي عندي في الدار صفر. هي المواد الصحية والقرض اللي جبتوه أنتوا أجبوه الحمد لله، يعني لا شامبو فيه ولا في اي حاجة. انبسط الاولاد بالقرض الصحي اللي جبتوه انت. احنا بنتشكر مسجد الانوار كثير الشكر. اعظمك يا رب كل الامر لا ما اكرمك ولا انت ارحم.